محبو المترجم مرحبا بكم في هذا الفيديو. كريستال ماكبوتي هي من ترافقنا. كريستال ماكبوتي هي جميلة عارضة أزياء أمريكية زائدة الحجم، ناشطة إيجابية في الجسم، وسفيرة العلامة التجارية، نجمة انستغرام، وشخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت جميلة في 8 من يونيو في هوستون تكساس الولايات المتحدة. علامتها الفلكية هي برج الجوزاء. ولدت جميلة في جنوب كاليفورنيا، تعيش في بونيا بارك كاليفورنيا. من أصل إيرلندية وفرنسية. بدأت الجميلة نشطها في إظهار رسائلها في عام 2009 بعد حضور احتفال الحبر والحديد في لونج سيشور كاليفورنيا، على الرغم من حقيقة أنها قدمت عرضا رائعا في الماضي قبل انطلاق مهنتها الاحترافية في عرض في عام 2009. عملت الجميلة مع بعض العلامات التجارية الشهيرة، هي الآن سفيرة العلامات التجارية لفاشن نوفا كارفر. بصرف النظر عن التدهور، إن جميلة هي مديرة رئيسية في إحدى المجلات الإنستغرام، حيث جذبت ما يزيد عن 204,000 من أتباعها على حسابها الخاص. تقدر الأسرة الحسنة الأمريكية الصافية في عام 2021 ما بين 100,000 و300,000 دولار أمريكي. ومصدر أرباحها هي النماذج وترويج لمنتجات الملابس والمنتجات الباكياج. تبلغ الجميلة في الطول 172 سنتيمتر، وقد صدرها 106 سنتيمترات، القياس الخاسر 96 سنتيمتر أمام مقياس الورق 144 سنتيمتر. لديها شعر بني جميل ولون العيون عسلية، الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.